بيوت تلمح عن أسامة مروة في اللايف، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قامت شيرين بيوتي مؤخرا بفتح لايف، صرحت من خلاله أنها تخفي حياتها عن المتابعين ونصحتهم بعدم إظهار حياتهم الخاصة على السوشيال ميديا. ليه بحس بتخبوا على العالم؟ إذا قصدك ليه منفرجيكم جزء؟ يعني ما بعرف، أنا لأختي ما بحكي كل شيء يمكن، بس طول بالك 4 مليون شخص أو 6 مليون شخص تعالي تحكي كل شيء، والله ما حدا بتركك لحالك. ف ما بعرف، صعب تحكي كل حياتك على النت، وأعتقد هذا الشيء ما بصير. فبنصحكم ما تحكوا شغلاتكم للإنترنت والسوشيال ميديا كلياتها. ف كل شيء لازم يسكت ينحكى عنه، بس ما تقول حياتكم كلياتها لأن الواحد ما بيعرف. وقامت أيضا بالتلميح عن أسامة مروة عن طريق أغنيته الشهيرة دبدوب عاشق دبة، حيث لمحت عن هبيب بسبوس عاشق بسة. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ لا حاطة صورة بروفايل بسبوس عاشق بسة، ريدة لعها بسبوسة، لأنه لسه ما عرفت وإذا بحط غير شيء شكله إنستغرامي رح يتغير، ف ما بدي خلاص.